فضيلة الشيخ عطية، رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ويريد أن تدفع له ما أخذته من مهر، فما الحكم؟ وماذا لو أرادت هي أن تطلق؟ فهل له أن يطلب منها مقابلا لذلك؟ إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو بعده فلا يجوز له أن يفرض عليها أن ترد إليه ما أعطاها من شبكة أو مهر أو غير ذلك من الهدايا، لأنها صارت ملكا لها، وهذا إذا طلقها هو ابتداء دون طلب منها. أما إذا طلبت هي الطلاق فامتنع هو إلا بأخذه ما دفعه إليها، فإن كان طلبها بسبب معقول لا تطاق معه الحياة الزوجية ينبغي ألا يشتط في طلب عوض عن الطلاق، لمنافاة ذلك لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا عرف أنه سيتضرر كثيرا بطلاقها دون أخذ شيء منها فلا مانع من طلب مقابل للطلاق. وينبغي أيضا من جانبها ألا تضاعف ألمه وضرره بالطلاق وبضياع ماله، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس، حيث أمرها أن ترد إليه الحديقة التي أعطاها لها مهرا ما دامت لا تريد الحياة معه، رواه البخاري ومسلم. وجاء في ذلك قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. وجمهور الفقهاء يرون أنه يحل للزوج أن يأخذ منها كل ما افتدت به مما أعطاها إياه، وما لم يعطه ما دام قد تراضيا على ذلك. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال بذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وأثر عن مالك أنه قال: ليس ذلك من مكارم الأخلاق، لكن لم أرى أحدا من أهل العلم يكره ذلك. وقال أحمد بن حنبل: لا يأخذ أكثر مما أعطاها. هذه هي الآراء، ولا بأس من الأخذ بأحدها، والله أعلم.